مواقع مش هتصدق ان هي موجوده وهتحل لك كمان ازمات. ولما اقول هتحل لك ازمات صدقني هتحل لك ازمات. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه السرشاجي. قبل ما نروح بس الفيديو او قبل ما نروح للمواقع، اتمنى بس يعني اتمنى لو عجبك الفيديو قدام شويه اتمنى تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لو ما عملش ولا كاني قلت اي حاجه. يلا بينا. هنا لو فتحنا متصفح وجينا كتبنا هنا yarn.co yarn.co ودوسنا انتر، ده بيجيب لك كل مقاطع الكليبات الصغيره جدا اللي انت ممكن لو كتبت اي كلمه يجيب لك الكليب بتاعها. وليكن مثلا هنكتب مثلا ده بالانجلش بس مفيش عربي فيه، لو كتبنا ستوب توكينج يعني ستوب توكينج يعني بطل كلام او وقف الكلام ستوب توكينج. بص دي كل ده كل الكلمات او كل الفيديوهات اللي فيها ستوب توكينج. لو جينا عملت مثلا فتحت ده كده وجينا لو جينا مثلا فتحنا ده مثلا اهو مثلا لو احنا جينا مثلا عملنا هاد سناك سناك اللي هو وجبة خفيفة كده، لو احنا جينا مثلا فتحنا اي فيديو من ده كده حتى كمان بيجيب لك الفيديو هو ذا بوس اللي هو 1984 يعني حاجات زي كده، بيجيب لك حتى كمان المسلسل ايه والفيلم ايه. بص ده البرنامج او الموقع ده هيفيد صناع المحتوى جدا جدا جدا، بحيث ان هم اي فيديو عايزين يجيبوه او اي كلمه عايزين يدخلوها جوه الفيديو يجيبوا الموقع ده اسمه yarn.co، ده جامد جدا. حتى كمان نزل له ابلكيشن على جوجل بلاي ستور واب ستور اللي هو اهو، لو احنا جينا فتحناه مثلا في متهيألي مش موجود، لا هو مش موجود على الجوجل بلاي ستور، بس فعلا فعلا هو جامد جدا. حتى بيقول لك الحاجات اللي هي اللي عليها ضغط عالي قوي اللي هي الفيديوهات دي، مثلا لو احنا جينا مثلا فتحنا ده مثلا الفيديوهات دي اغلبيتها الناس بتستخدمها في التيك توك، اللي انت لما تيجي تتفرج على التيك توك تلاقي الناس بتستخدم الفيديوهات دي، فيديوهات بسيطه او بيستخدموا الصوت بتاعها. صدقني الموقع ده فعلا فعلا هيفيدك كتير جدا، وموقع انت فعلا ما كنتش متوقع او انا متاكد بنسبه 90% ان انت مش متخيل ان انت ان في موقع بالمنظر ده. فعلا فعلا موقع جامد جدا، اتمنى انكم يعني تتابعوه كويس وان انتوا تشوفوا كل حاجه فيه وان انتوا تستفيدوا منه. وما تنساش طبعا انا اسمي محمد تحسين، وما تنساش تعملي لايك للفيديو وتشترك معايا القناه، لان فعلا فعلا بتعب فعلا والله العظيم في المحتوى ده. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.